الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، متواصلين مستمرين وإياكم بانطلاقات أشواطنا في هذا الصباح. شوط يليه الآخر ضمن التحديات وانطلاقات أشواط الجذاع مع 9 أيام هذا المهرجان وفي هذا العرس التراثي الكبير في يقل المهرجانات وعتاها، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. انطلق هذا الشوط وانطلقت الآمال والطموحات العالية والآمال الكبيرة، الكل يبحث عن المجد التليد، عن النوماس والانتصار مع سادس أشواطنا للجذاع القعدان مع المسافة المصاحبة ألا وهي 5 كيلومترات، هي الحكاية والرواية الحاضرة المتواجدة بين أركان وأقطاب هذا الميدان ببث حي مباشر مع القنوات الناقلة الذي تنقل لنا ولكم وقائع ومنافسات ومعارك مهرجان ولي العهد الأمين يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. أسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون الأسماء الباحثة عن النوماس وعن الانتصار وعن المجد التليد، لنتابع صدارة مقدمة الشوط في هذه اللحظات. نتابع في هذه اللحظات مقدمة الشوط مع انطلاق السلطان بن سالم بن غدير الشمري من يقدم لنا جلمود وأبناء حائل المتقدمين الباحثين عن النوماس وعن الانتصار. في شوطنا السادس ينطلق بن غدير الشمري مع اندفاعات وتحديات جلمود، بينما المركز الثاني القدوم والتسلل في هذه اللحظات بمركز الوصافة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع غزيلان أبناء السلطنة ويتقدمون الأشقاء في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القدوم والتقدم من أبناء هذا الميدان بانطلاقة أبناء جابر بن حمود بن محمد العصيمي مع الجذاب، من يقدم لنا الجذاب العصيمي وشعار أبناء جابر بن حمود العصيمي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات شعار فهد بن بشير بن عبد الله الخضري العطوي، من يقدم لنا الغالي وانطلاقة الغالي على المركز الرابع، هنا شعار فهد بن مشير بن عبد الله الخضري العطوي مع الغالي، من يقدم لنا في هذه اللحظات شعاره وانطلاقة شعاره، بينما المركز الخامس أتابع وتتابعون القدوم والتسلل من محمد بن درويش بن محمد أبو عينين مع الفاتن وانطلاقة الفاتن. نعود مشاهدينا الكرام بعد إتمام ندانا الأول على حضراتكم ومسامعكم، نعود إلى البداية إلى الصدارة إلى المقدمة مع انطلاقة سلطان بن سالم بن غدير الشمري، من يقدم لنا جلمود بهذه الانطلاقة بهذا التحدي منذ الانطلاقة وهو مسيطر على زمام الأمور مع البداية ومع المقدمة باحثاً عن المجد التليد وعن النوماس في هذا الشوط، وأبناء حايل يعلقون الطموح والآمال. يا مالك جلمود يا سلطان يا بن سالم بن غدير الشمري ينطلق بانطلاقة الكبار بتحديات العمالقة مع انطلاقة شعارة وتحديات شعارة، بينما المركز الثاني بمركز الوصافة والقدوم والتسلل من هنا من انطلاقة وتحديات غزيلان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا غزيلان، بينما المركز الثالث بدأت الشعارات تتحرك في هذه اللحظات مع لائحة 2 كيلومترات. أتابع ثالثا في هذه اللحظات أبناء جابر بن حمود
بن محمد العصيمي مع الجذاب. الجذاب بدأ بالاقتراب في هذه اللحظات ليتسلل في هذه اللحظات. وابناء الطايف والقادم في هذه اللحظات فهد بن مشير بن عبد الله الخضري العطوي مع الغالي. ابناء تبوك الورد يتقدمون في هذه اللحظات. القادم والمتسلل على المركز الخامس انطلاقة محمد بن درويش بن محمد أبو عينين مع الفوتن والخماسية الماسية المثيرة. ولكن نعود إلى البداية إلى الصدارة مع الشمري مع انطلاقة وتحديات جلمود وسلطان بن سالم بن غدير الشمري مع البداية مع الصدارة. ولكن أحضرت الأسماء أوصلوا أهل الطلايب أوصلوا أهل الفعايل أوصلوا من يعشقون الصدارة. أول الواصلين شعر عبيد بن سعود بن عبيد باللبدة مع الخوف كل الخوف من باللبدة. والقادم والمتسلل عبد الله بن عمش بن عواد الشمري مع ديبان باحثا عن مركز الأمان. ديبان يتسلل في هذه اللحظات مع لائحة الكيلومتر الأخير الكيلو المثير الشمري. ولكن باللبدة خطير باللبدة مثير عبيد بن سعود باللبدة مع الخوف وبقيادة ماجد بن مذكر القرشي أحد الخبراء بعملية التضمير وبالقيادة والريادة. ركز يا أبو مذكر الشمري قادم. أبناء المحنة أبناء حايل مثيرين عبد الله بن عمش بن عواد الشمري بن عواد من يعود محبين وعشاق الشعار على النماسة والانتصار. ياهي من أمتار جنونية خطيرة ومثيرة. روح الشمري يا بعد حيي روح مع العروض المثيرة والخطيرة. أبناء حايل يحضرون ويحضروا الإبداع والإمتاع في كل حين وفي كل مكان وزمان. والأمتار الأخيرة الأمتار المثيرة عبد الله بن عمش بن عواد الشمري مع ديبان. والأمتار الأخيرة خط النهاية يستقبل هذا الشعار وهذا البطل بكل احترام وتقدير. سلام حايل سلام يا ابناء المحنة سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. من قدم لنا ديبان؟ عبد الله بن عمش بن عواد الشمري من المركز الثاني محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع مرفوق. وثالثا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء ثالث الاسماء وثالث التحديات. ثالثا الوصول مع انطلاقه نايف بن عبد الله بن تويم التويم مع شاهين. ورابعا فكان الوصول رابع الاسماء علي بن مسعود آل شعفول المري مع متعب. وخامس الاسماء مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء فكر الوصول مع عبيد بن سعود بن عبيد باللبدة مع الخوف. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء شاهدنا وياكم شوطنا السادس كان مثيرا للغاية وحضرت المنافسة والقوة والندية. نتابع وياكم لحظة وصول ديبان قاطع مسافة 5 كيلومترات لمالك عبد الله بن عمش الشمري. 8:21 و18 جزءا من الثواني. نعم ديبان صاحب الإنجازات وسجله مليون وحافل بالإنجازات وبالتوقيت.